السلام على أشرف المرسلين المعززين من جبهة الإقليمية للتعاون الوطني بأسفي. نلتقي هذا اليوم في الإقصائيات الجهوية للبطولة الوطنية 47 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تستضيفها المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بأسفي، واللي هي الأولية وحسين الحميدة اللي دابا عليها القطاع منذ بدايته، والحمد لله هذا العام تنظم تحت شعار التنشيط الرياضي آلية للإدماج الاجتماعي لشباب مؤسسات الرعاية الاجتماعية. الحمد لله الانطلاقة الأولى كانت من مندوبية أسفي. المؤسسة المحتضنة هي مؤسسة دار الأطفال بأسفي لتسييرها الجمعية الخيرية الإسلامية بأسفي. أسفي سعيدة باحتضان هذه المسابقة اللي كتجمع كل من أطفال مؤسسة الرعاية الاجتماعية واللي هما براعم واللي يمكن يكونوا مستقبل غدا لهم مستقبل ريادي يمكن يشكل إضافة وتثمين للعمل اللي كتقوم به هذه المؤسسات. النقاط اللي دائما تنسق مع وقت إشراف مؤسسة التعاون الوطني كنتمنى على ان هذه البادره اللي كتجي في ايام عزيزه على قلوب جميع المغاربه هي ذكرى 21 يناير ومن بعد جائحه كورونا، انها تعاود ان هذه المؤسسه تسترجع العافيه ديالها وتسترجع النشاط ديالها، وانه هذا النشاط يكون بدايه لانشطه اخرى على صعيد الجهه وعلى صعيد الوطن. السلام عليكم، معكم عكراش عبد الله المسؤول الرياضي لاقليم تيشاوى. في اطار الالعاب الرياضيه 47 اللي انضمتها المدرية التعاون الوطني ليوسف أسفي، حنا فرحين بالمبادرة، والفرقة ديالنا جات من ولاد بومنا قديم الشيشاوى. بالنسبة لهاد الألعاب راه سنوية كتكون. بسم الله الرحمن الرحيم، بول حسين محمد من جبهة إقليم التعاون الوطني الشيشاوى. أنا جد سعيد وفرحان بزاف أن نكون مع هاد الإخوة ديالي أبناء مؤسسة الرعاية الاجتماعية إقليم أسفي اللي كتحتضن الإقصائيات الجهوية الألعاب الرياضية لمؤسسة الرعاية الاجتماعية كرة القدم صنف الذكور، وهادشي كيدخل في إطار التنسيق والتعاون وأيضا تبادل الأفكار. وكنرصحوا داك الفكرة ديال أنه أبناء المؤسسة الاجتماعية يكون داك التلاقي بيناتهم والتواصل والتعارف، وهذا هو الهدف ديالنا من الألعاب هادي. السلام عليكم، إدريس بوكميس عن المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة مراكش أسفي. الآن تنتواجد في مدينة أسفي بمناسبة الإقصائيات الجهوية للبطولة الوطنية 47 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية، والصنف اللي احنا الآن في التواجد ديالو هنا أسفي هو صنف كرة القدم ذكور التي احتضنها المندوبية الإقليمية لأسفي بشراكة مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال بأسفي. وهاد البطولة تتمدرج من ضمن الأنشطة التي يقوم بها التعاون الوطني من أجل هاد الشرائح ديال المستفيدين ومستفيدات دور الطالبة باش يخرجوا من هذاك الروتين اللي تيعيشوا في يومي. باسم المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني باليوسفية نتوجه بالشكر لكل من المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بأسفي ودار الأطفال بأسفي لاحتضانها للبطولة الجهوية الإقصائيات 47 المنظمة بالملعب الرياضي جريفات. كنشكرهم على حسن التنظيم وكنتمنوا كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه، وهنيئا للفريق ديال دار الاطفال براس العين على الفوز ديالو، لانه ان دل ذلك عن شيء فانما يدل على
المجهودات اللي كتقوم بها المندوبيه الاقليميه للتعاون الوطني باليوسفيه على لتمكين الاطفال والشباب بهذه المؤسسات من اجل الولوج للعالم الرياضي والتميز فيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.